يعني من البداية شفنا أنه مو عارفين إذا رسمية فعلا هذه السيدة الشريرة أو المتسلطة أو القاسية، ولا أكو بصيص من خلينا نقول الرحمة بقلبها أو الخير جواها، يعني كأنه عانت يمكن هي صغيرة. خلينا نتعرف أكثر على شخصية كارمن، سوري شخصية رسمية والفنانة كارمن، تفضلي. لألكم رسمية، يعني أنا كتير سعيدة أنه قدر المشاهد يلاحظ هيدا الفرق الصغير، لأنه المرأة لما تكون عايشة لوحدها وهي امرأة بدون هوية، يعني هي مكتومة القيد، وفي كتير نساء مكتومين أو في كتير أشخاص مكتومين القيد، فبيعانوا بحياتهم لأنه لا فيهم يتعلموا، ما فيهم يشتغلوا، ما فيهم يتجوزوا، ما فيهم يسافروا، ما فيهم يعملوا شيء، يعني إن خلقوا أو ماتوا ما حدا بيعرف فيهم. فهي هي أول مشكلة موجودة عند رسمية، وبسبب يعني وخاصة النساء بمجتمعنا، المجتمعنا الذكوري العربي، فبتلاقيهم لما يكونوا لوحدهم بدهم يحموا حالهم بطريقة ما، فبتلاقي هاي القسوة بتعمل المرأة حصن إذا بديك لتحمي حالها من كل شيء ممكن يجي من الخارج تتعرض له. وهيدا الشيء في كتير نساء بالأحياء الشعبية بيشبهوها، المرأة الهاملة حالها لأنه عانت كمان من حب، إنه هي كان في عندها قصة حب مع الحوت بس ما تجوزها. فطبعا أي إنسان بيهمل حاله فبيصير ما بعود بيهتم لا بشكله لا بتيابه لا بأناقته ولا بعود بيهتم بشي، المهم بيصير عايش على هامش هاي الحياة. يعني يمكن هذا الفارق البسيط بين شخصية رسمية القاسية وتعاملها مع البنات وشخصيتها تتحول تماماً لما تسمع خبر عن الحوت أو تبحث عن الحوت أو تشتاق، يعني قديش الشخصية فيها مفارقات وقديش سيدة كارمن يعني هالدور يعني تجسدته أو جسدت هالدور بإتقان شديد. شكراً. أنا صرت على البيت روح يعني بمشي بهالطريقة، بلبس بهالطريقة، يعني صار تقريبا التفاصيل، يعني حتى ما بعرف في حلقة اليوم يعني صرت أفكر كيف بدي أشرب السيجارة، إنه هي وناطرة على الطريق، إنه مش معقول تشرب السيجارة مثل ما بيشربوها العالم، يعني إنه بدها تشربها بتحسيها صارت بدون ما تحس، يعني لأنه عم تحمي حالها صارت تقريبا بتحسه، حتى حركاتها حركات رجل أكثر ما هي امرأة، يعني نسيت أنوثتها، إذا بدي كبت أنوثتها ضبطها لأنوثتها، مش هيك بنشوفها بس تكون لوحدة بالبيت بتبكي بتحزن بس ما بتخلي حدا يشوف إذا بدك الرقة أو الحنية، لأنه بس تكوني عايشة بمجتمع هالقد قاسي فلازم تكوني قاسية أنت وقوية لتقدري توقفي بوجه ولا بيقتلوكي بيروحوكي يعني.